in Yemen first, and then we will go along with our brothers and their world, and we'll build our country based on democracy, civil rights, democracy, civil rights too. هذا ثاني. أما ثالثا فسنحقق نحن وشباب الربيع العربي وكل الشعوب المتطلعة للحرية والكرامة سنعمل معا من أجل عالم خال من الصراعات، خال من النزاعات، عالم يسوده الأمن والسلام، عالم الشعوب فيه واحدة والأرض فيه هو وطن الجميع. الأرض هي وطن الجميع وأمتنا أمة واحدة، الإنسانية هي التي تجمعنا، والإخاء والمحبة هي وهما طريقنا وهما الشراكة الأساسية التي عبرهما سنبني هذا العالم. After we start with the Yemen and then their world, we will work also to create world, peaceful world, without conflict, without war. Because we are all one people. We are human. And this humanity and peace and love gathered us. And we would work to make a better life for everybody, because Earth is the country of all. وإلى ذلك الحين ومن الآن أوصيكم بأن تكونوا سفراء رائعين، سفراء الخير والمحبة والسلام والقوة، وسفراء رفض الظلم والانتهاكات، سفراء صالحين لليمن ولوطننا العربي هنا في أمريكا، وكذلك سفراء أمريكا في أوطاننا. Of dignity, of goodwill for here. And then when you come back to Yemen, you become the ambassador of this country in Yemen too. أوصيكم لأن تكونوا مواطنين صالحين ولأن تحملوا أمانة هذا المفتاح معا. فكما كانت جائزة نوبل للسلام لكم جميعا فهذا المفتاح أيضا. صامت وعزمي من حديث، عهدا على دربي الشهيد، حتى نحقق ما يريد، أهداف الثورة السلمية، والله دولة مدنية، والله دولة مدنية.
مدنية. عهد الدولة مدنية. عهد الدولة مدنية. Myself, along with Mayor O'Reilly and Dr. Mr. Ish.
present our certificate of recognition to Ms. Karaman. يرجى من الأخت الناظرة توكا كرمان أن تعود إلى المنصة. لزيارة هذه الجالية الكريمة، ويشرفنا أن نرحب بالوفد المرافق لها وعلى رأسهم الأخ الأستاذ منير الماوري. أول مجلس الوطني والناشط السياسي في الجمهورية أمين في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشرف اللجنة أن تقدم هذه الشهادة التقديرية المتواضعة للأخت توكل كرمان. شهادة تقدير تتشرف لجنة المساندة الشعبية لشباب الثورة اليمنية في ولاية ميشيغان الأمريكية بتقديم هذه الشهادة التقديرية للأستاذة توكل كرمان والحائزة على جائزة نوبل للسلام. لدورات فعال في ساحات الحرية والتغيير في اليمن، لجنة المساندة الشعبية للثورة الشباب اليمنية ولاية مشكل 13 نوفمبر عام 2011 ميلادية. مرة أخرى أشكر كل من كان له جهد في تنظيم هذه الفعالية المهمة، وأشكر من تعاني إليها وعلى رأسها جامعة ميشيغان آن آربور. عرفتم لا؟ أيضا دوربر، وأشكر على رأس ذلك قسم الدراسات الشرق الأوسطية الدكتور مايكل والأستاذة والدكتورة. يا دكتورة ما كتبتش اسمك، لكن دكتورتنا العزيزة سامحوني، لكن الشكر للجميع، الشكر لكل من رافقني في هذه الجولة، وبإذن الله أنا متأكدة أنها مثمرة. أريد أن أسمع الخير وأن أسمع النشاطات الكبيرة ونسمع أن على أيديكم نفذ طلبي شباب الثورة. شكرا جزيلا لكم. هذا أقل ما نقدمه لهذه المناضلة القديرة، طبعا قلوبنا معها. الشكر الخاص لجامعة ميشيغان آن آربور التي وجهت الدعوة، وأذكر بالتقدير البروفيسور مايكل بونر والدكتورة وجدان السائل. أشكر جامعة ميشيغان الأستاذ إسماعيل أحمد والسيدة تريسي هاو، كما أشكر لجنة المساندة الشعبية لدعم ثورة الشبابي في اليمن. أشكر منظمة الطلبة العرب. أشكركم كلكم على الحضور والمشاركة، ولا تنسوا بكرة بين الساعة 4 و6 في لقاء آخر في مدينة آن آربور مع الناشطة الحقوقية وضيفتنا توكل كرمان. لا تنسوا يوم غد. أيضا أضيف إلى قائمة الشكر الدكتورة سالي حاول، أيضا لعبت الدور الأساسي في هذا الشيء. I have no idea. Just a reminder, tomorrow at Ann Arbor at 4 o'clock, Torquil